تحدث عنها، ولكن الديلي ميل البريطانية تتحدث عن الوضع الصحي لرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث قالت بأنها حصلت على وثائق مسربة من الكريملين تكشف عن إصابة زعيم الكريملين بمرضين خطيرين هما الشلل الرعاش وسرطان البنكرياس، وفقا لما ذكرته هذه الصحيفة البريطانية. بماذا تعلق على مثل هذه الأخبار؟ هل هي شائعات أم حقائق؟ هذه التيليميل لم تتحدث عن مرض رئيس الإمارات السابق الذي بقي في الفراش سنوات وسنوات، لم تتحدث عن شارون الذي عاش ميتا على السرير، لم تتحدث عن بوتفليقة الذي كان يفتتح ويدشن ويأمر ويوزر وهو فاقد للوعي وفي يعني نصف ميت، لم تتحدث عن هؤلاء جميعا، وتحدث عن هذا ما يسمى بالفرنسية عندما تفشل في الفيزياء انتقل إلى الميتافيزياء، يعني لما تفشل في مواجهة هذا الطاغية، هذا المحتل، هذا الأهطل، هذا الإرهابي الدولي، لما تفشل ولم تستطيع أيها الغرب كبح جماحه تتوجهون إلى الميتافيزيك وتتوجهون يعني إلى تبني دور العجائز مرة بالدعاء ومرة بالدعاء أنه مريض.